مالك مكتبي، مكان واحد تجتمع به آلاف القصص والتجارب الإنسانية. بمكان واحد تجتمع آلاف القصص والتجارب الإنسانية. وعندما تدخل لترى هذه القصص تجد أن الإنسانية بين قوسين، فمثلاً تجده يخبرك قصة إنسانية، رجل يتزوج رجل وينجبان ولد، كانت بي وصرت أم وكانت منار وصرت الشعب، أو أصغر راقصة تتحدى دينا وفيفي عبده، فرجيني كيف كل واحدة كيف ترقص تعرفه، أو أم تريد بيع بناتها. تحدى أي حدا يقدر يتحمل اللي أنا تحملته. لما تحكي عن بيع ميسب يمكن تكوني عم تحكي عن وضع اقتصادي صعب. لا، أو رجل في النهار وامرأة في الليل، بتشيل كل المسحي بتسوق، أو مسنة تنافس أشهر الراقصات بخصرها وتقاطيع جسدها. شو بتعمل؟ نيم عضهري فرجينة، وغيرها الكثير من العناوين التي يصل بها حد الاستعراض المباشر للفاحشة على الهواء، كل ذلك تحت مسمى الإنسانية. ففي دين الإنسانية لديهم الحلال ليس ما حلله الله عز وجل، بل ما حللته الأمم المتحدة. يعني حتى تكون في الصورة، هم لا يقصدون الإنسانية التي نعرفها أنا وأنت. ما وراء كواليس مالك مكتبي. لو أخبرتك أن أصحاب تلك البرامج كمالك مكتبي وجعفر توك ومن شابههم يراهنون على تقبلك لكل شاذ في المستقبل، بل ودفاعك أنت عنهم لاحقا. أنا؟ نعم أنت، والأمر علم وليس مجرد كلام. مثلا في تطبيعهم للشذوذ تجدهم يعرضون لك قصة يستعطفونك بها. إذا بقول لك أنه ابنك اليوم بالمستشفى عم بصارع الحياة والموت، بعد 8 سنين بدي تلفون. بعد 8 سنين أنا ما راح من بيلي يا أستاذ بيلي. شو بدك تقولي له؟ بدي أهبط وبهبط. حايتيلي جاد. يستعطفوك 8 سنوات لم تقابل ابنها فقط بسبب أنه تحول لامرأة. يا حرام، الأم بتحزن. لسان حال المستمع وقتها. استعطاف مفاده أنه لو جاءك ابنك الصغير يوما وأخبرك أنه أنثى قف بجانبه وادعمه، وإلا ستخسره مدى حياتك كما حال تلك الأم المسكينة. ولو كانت ردت فعلك عكسية، مثلا قلت لا بتحزن ولا شيء الأم، كان الأولى عليها أن تعالج ابنها بدل هجره 8 سنوات، فتجد المذيع يرد عليك مباشرة هذا الأمر ما إله علاج. أنت شو بدك؟ تعالج لي الشيء، ما بده علاج. أخبرتك الإنسانية لديهم ما حللته الأمم المتحدة وليس ما حلله وحرمه الله عز وجل. ثم بعد أن يستعطفوك تأتي مرحلة التكرار، فيكررون الأمر عليك مرارا وتكرارا، فإن دخلت على القناة الخاصة بهم تجد تكرار الترويج للشذوذ غير منتهي لديهم. شاهد العناوين مثلا: كانت فتاة فأصبح شاب، هكذا تحول من إيمان إلى أيمن، قصة منعم، أنا امرأة واسمي موني، رجل يتجهز للزواج من حبيبته الرجل، رجل يتزوج رجل وينجبان، إلى آخره. هم يفهمون جيدا أن ما تكرر تقرر، فإن لم تستعطفك القصة الأولى فستحركك الثانية أو الثالثة أو الرابعة وربما تقنعك العاشرة. ثم بعد الاستعطاف والتكرار يأتي التطبيع، فيصبح من ينكر الشذوذ هو المخطئ، لدرجة من يلفظ كلمة شاذ مخطئ. تعبير شاذ، أنا أتحفظ من استخدام هذا التعبير على الهواء. نحن أنا أرفضه، ونحن اليوم هدفنا نرفض هذه التعابير التمييزية. هدفنا أن نرفض هذه التعابير التمييزية. نعم يا عزيزي، نحن في مرحلة التطبيع الأخيرة. أهلا بك، هل فهمت المهزل الآن؟ هكذا تعمل تلك البرامج في نشر السموم. الأمر ليس صدفة، بل عملية منهجية متكاملة الأركان، هدفها هدم مكارم الأخلاق في عالمنا العربي كما هدمت في الغرب. الغرب ضائع أخلاقيا، أصبح كل شخص يصنف نفسه كما شاء ويطالب الجميع بعدم تمييزه أو استخطائه. My son does identify as a cat, but I cannot take him to a vet because I tried that and the veterinarian told me that because he has human anatomy that he does not know how to work on him or diagnose him. You know, my son, if he says he's a cat, he is a cat. But this is something that I want to raise awareness on because I do think that people that identify as an animal should be able to go to the vet. And I just don't think that that's fair. وهدف تلك البرامج في عالمنا العربي أن نصل لذلك الضياع، بهدم كل القيم لدينا، بهدم ديننا وعقيدتنا بتلك القصص الإنسانية بين قوسين والتي لا تمت للإنسانية بالصلة. فلو قارنت بين برنامج مالك مكتبي وجعفر توك الذي تحدثنا عنه سابقا تجد تشابه كبير بينهم، لدرجة يخبرك أن الأمر ليس مجرد صدفة بل هو مخطط له. تجد نفس الأسلوب في عرض المحتوى الهابط وجلب كل ما هو شاذ، ونفس الأسلوب في اختيار العناوين المستفزة، ونفس الأسلوب في مقاطعة الضيوف والتحيز وعدم الحيادية وغيرها الكثير. فلا تنخدع بالاستعطاف والتكرار والتطبيع مهما أصبح منتشرا حولك. تمام، فالإسلام يحرم عليك مشاهدة تلك البرامج من الأساس حتى لو لم تكن مقتنعا بها، لأن القلب ربما يتشربها والشيطان عد لك على جنب، هذا عمله.
ولكننا أقوياء إن شاء الله. كسر الأدوار المجتمعية، من هو الأسهل، خداع طفل أم شاب كبير؟ أكيد طفل. لذلك تجد الأطفال شغلهم الشاغل، مثلا يعرض لك طفلة لا تتجاوز 5 سنوات بملابس رقص عارية ويطلب منها أن ترقص أمامه والجمهور. فرجيني يا فرجيني كيف كل واحدة كيف ترقص، تعرفي؟ تعرفيهم منيح؟ بمين بدك تبلشي؟ تحية كاريوكا. في عبده كيف؟ ولسان حال المقدم والجمهور يكيوت بتجنن. طبعا تلك الطفلة لا تعرف شيء سوى ما علمت إياه، ولكن خلف تلك الكواليس تجد الانحلال وقتل الحياء لدى الأطفال، وهذا هو الهدف المنشور. فهم يسلعون كل الإناث، لا فرق لديهم بين طفلة أو شابة صغيرة أو كبيرة. وقبل أن تقول يا محمد أنت تبالغ، مجرد طفلة ترقص، لاحظ التكرار الحاصل. طفلة ببدلة رقص حمراء أتحدى برقص أشهر الراقصات. أصغر راقصة تراقب أمها خلف الباب، هكذا ترقص أمي لأبي. هذه عناوينهم. طفلة بعمر 2 في رقصة اكتسحت العالم، أصغر طبال في العالم يدق والمصاصة في فمه، طفلة 4 سنوات تتغزل بحبيبها يا وادية إيل، وغيرها الكثير. وهنا مع الأسف بسبب التطبيع الحاصل تجد الأمهات المسلمات تنخدع. فمثلا تجدهن يرسلن بناتهن صغيرات إلى مسابقات عرض الأزياء وما شابهها من تلك الفعاليات تحت جملة ما المانع، خليها كيوت بتجنن، ولا تعلم أنها تزرع في ابنتها من الآن كيف تعرض جسدها للناس. فقتل الحياء وانتشر الانحلال وكثرت العقد المجتمعية. وهكذا أيها الأحبة نكون قد دمرنا كل الأجيال، الأطفال والشباب. ونسينا العجائز، حتى هم لم يتركهم مالك مكتبي بقصصه الإنسانية. شاهد العناوين: مسنة تنافس أشهر الراقصات بخصرها وتقاطيع جسدها، عجوز 90 تخلع ملابسها مباشرة للهواء، شاب 20 يلتقي لأول مرة بمعشوقته 70، مقاطع أقل ما يقال عنها فاحشة مع نساء كبيرات وجدات. تطبيع النسوية. لفعل ذلك يبدأ مالك مكتبي بقصة تستعطفك أيضا. أصبحت دفا باللعبة يا صديقي. شاهد: المرأة عندي أنا سلعة، مثل ما بدي بدمشيها. شو يعني سلعة؟ سلعة يعني هي لا شيء. كيف يعني لا شيء؟ يعني أنا متجوزة بس تعمل لي رغباتي وخدماتي بس. أنت كهنا كامرأة تلقائيا تشعرين بكره شديد للرجال بسبب ذلك الشخص الذي لا يمثل سوى نفسه، ولكنهم قبل أن تخصص الأمر تجدهم يسرعون عليك بالتكرار حتى يجعلونك تعمم الأمر على كافة الرجال. أنت بأي مواقف قد تستخدم العنف تجاه زوجتك؟ بس يصير في تمادي بالغلط، بصير بدها تعلى على الزوج، له حق يعمل ساعتها، يا اما بدين مد ايد عليها. أسرع حق أنا حسبها للمرأة. يخلطون لك الحق بالباطل ويصدرون لك النماذج السيئة من الرجال والنماذج المظلومة من النساء، فتكره الرجال وتكره الدين الذي يخبرك بطاعة أباك وأخوك وزوجك بالمعروف لأنهم قوامون عليك. والنتيجة العزف عن الزواج. تقول إحداهن بعد مشاهدة ذلك المقطع: كرهتوني في الزواج، عمري 34 والحمد لله حلوة وناجحة في عملي بلا زواج بلا هم. وهذا هو أهم هدف من أهداف النسوية الأساسية، مع أن الحقيقة عكس ذلك تماما. الزواج مودة ورحمة وليس تسليع للمرأة، والحديث هنا يطول. أعجبني مقطع ذلك اليوم لشخص يسأل: لو جاءك ملك الموت وخيرك خياران، أن تموت أنت أو شريك حياتك، من تختار؟ أنا بموت. أنا طبعا عندي إياها بتسوى حياتي 100 مرة. بموت أنا طبعا بديها بحياتي. الإجابة الموحدة عند كل الرجال هي التضحية لأجل أهلهم، ولكن تلك البرامج تعرض لك ما هو شاذ فقط، إحراق الأعمار. نصيحة الوحيدة لك دائما عندما يتعلق الأمر مثل تلك البرامج: لا تتابعهم إطلاقا. وركز هنا، الزمن يمر لحظة تلو الأخرى والفتن تأتي واحدة تلو الأخرى، وأنت هنا أمام خياران: إما أن تقبل الفتن ويصبح قلبك أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وإما أن ترفض تلك الفتن ويصبح قلبك أبيضا لا يضره الفتن. وهذا ما أخبرنا إياه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، يعني من كثرتها، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يعني من تقبلها أصبح في قلبه مثل النقطة السوداء، قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخية، يعني من شدة سواده، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فكر في الحديث، هل تعلم ما المخيف أكثر؟ عندما تفكر أن كل لحظة مرت من حياتك ستحاسب عليه. مفيش لايك أو شير أو كومنت أو فولو أنت مش هتحاسب عليه، مفيش. بص عارف يا ياسر، مش في الفيورز كده هتلاقي على جنب رقم كده، تمام؟ ده أنت هتحاسب عليه. تخيل كمية الحاجات اللي الناس واللي احنا هنتحاسب عليها يوم القيامة. أنا ببيع له وقتي وهتحاسب. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا عجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم
في أمان الله.